الحادثة المطرية، عشرات الضحايا نتيجة عدم الالتزام بالقواعد المرورية في ظل مساعي الدولة المصرية نحو مشروعات تنموية عبر إنشاء شبكة طرق على أعلى المستويات. تأتي الأخطاء الفردية لتعرقل حركة التقدم والنمو. هذا ما تسبب في حادث طريق المطرية بورسعيد الذي وقع ضحيته 12 حالة وفاة و15 مصابا إثر اصطدام حافلة تنقل عشرات العمال أثناء عودتهم إلى قريتهم بمدينة المطرية. أثار الحادث الكثير من ردود الأفعال الغاضبة الذين يطالبون بوضع حد للسائقين المتهورين عن طريق وضع رادارات بالطريق لتحديد السرعة، مما أحدث استجابة فورية من قبل الأجهزة التنفيذية الذي بدأت أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية، كما أصدر محافظ الدقهلية أمراً برفع حالة الطوارئ القصوى مع التأكيد على صرف تعويضات كاملة للمصابين والضحايا تصل قيمتها إلى 50,000 جنيه. التزامك بقواعد السلامة المرورية قد تتسبب في إنقاذ حياتك وحياة الآخرين على الطريق.